اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة بقى إن شاء الله جايين نركب جوباص عشان نروح مرسى مطروح بمشيئة الله، وإحنا وسط الشنط الكتيرة ديت وصحينا الفجرية، ويلا إيه عشان نطلع نركب مع بعضينا. يلا بينا. دي الوجبة اللي احنا خدناها في الاتوبيس، فيها شاي ونسكافيه وسكر، دي البيتيه بالجبنة وزازة المية، حلو والله ساقعة، في الهوز، في عصير خوخ كمان، بصوا كل شكل العلبة، وطبعا ادوني سماعة بسلك طويل. ودي بقى انا كده فتحت الشاشة دوست بلاي عشان اشوف محتويات الشاشة، طبعا فيها مزيكا وفيها افلام اجنبي ودراما وتمثيليات، فانا بقى عمالة انقي عشان اشوف اتفرج على ايه. وفي العاب كمان يا جماعة، يعني بصراحة فيها كل حاجة. انا طبعا هشغل طبعا افلام او تمثيليات، انا بقى عمالة ايه. بص انا اول مرة بصراحة اركب الاتوبيس ده، بس انا ايه في فيلم عجبني هشغله، بس انا ايه بستكشف شوية يعني. بصوا عمالة استكشف كده، بجيب بحول وعمالة اتفرج ايه اللي موجود. بصوا بقى ده الطريق العلمين، بصوا الجمال، الخضرة، منظر الزرع تحفة. كده بقى احنا داخلين على مارينا، بصوا بقى الكباري الجديدة دي، انا شفت الطريق الجديد ده انا بصراحة فرحت بيه جدا. بص الطريق بقى واسع ونظيف، بقى تحفة، يعني أنا آخر مرة جيت ما كانش الطريق كده خالص، وفي مباني جديدة وفي مشاريع جديدة، وبرضو مهتمين بنسبة الخضرة جامد قوي عن المرات اللي فاتت اللي أنا شفتها. الفيلا بصراحة تحفة، شكل الفيلا الجميل، كل مكان بصراحة أحلى من التاني. بصوا بقى العلمين الجديدة من بعيد، شايفين الأبراج اللي جنب بعضها الأربعة تحفة. أنا بصراحة فرحانة بالمنظر الأبراج قوي. بصوا يعني السنة اللي قبل اللي فاتت لما روحت مارينا ما كانتش كل الأبراج دي كانت لسه شغالين فيها، دلوقتي بسم الله ما شاء الله بنوا جنبيها برضو أبراج تانية عالية، والطريق بصراحة جميل وواسع، الأول ما كانش حلو بصراحة. بص منظر القرى السياحية والفلل، بص المشاريع، بصراحة مهتمين فعلا بمارينا جامد، والطرق في نفس الوقت ما شاء الله. لا والجو ما شاء الله حلو النهاردة. بصوا ده كله ما كانش موجود السنة اللي قبل اللي فاتت لما صورت في مارينا، ده كله ما كانش موجود، يعني هما فعلا انجزوا فترة سنة، انجزوا جامد، مباني ومهتمين بكل تفصيلة في قلب المكان، يعني ما بالكوا بقى لو واحد داخل المكان ده من بعيد شكلها تحفة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. كده السفرة في شقة مرسى مطروح، وفي الركنة، بصوا السفرة 6 كراسي والركنة، وقدامها الشاشة. هنخش بقى على البلكونة، في ترابيزة حلوة وكرسيين، والفيو طبعا قدام البحر. بصوا المنظر والله بجد الجو يرد الروح، والمية شكلها تحفة والله العظيم. بصوا اللون المية عامل زي السجادة كده، كذا لون في بعض تحفة والله، حاجة كده روعة.
والله بجد منظر حلو جدا. دي اول اوضه بتطل برضو على البلكونه، الاوضه الكبيره فيها شباك برضو بيطل على البحر وبيخش البلكونه برضو. بصوا ده شباك كبير وده شباك صغير بيطل على البحر. واحد بقى يبقى يتفرج على البحر كده وهو قاعد في الاوضه، منظر بصوا الغروب كمان حلو جدا، منظر فعلا يستحق المشاهدة والله. بصوا في الكومودينو والسرير، وكمان يعني الأوضة بتطلع على الصالة وفي نفس الوقت بتخش على البلكونة كده. الصالة كلها أنا عايزة أوريها لكم كده. هنخش بقى على الأوضة التانية، فيها 2 سرير وكومودينو وبرضو شباك بيطل على البحر. بص الجمال، منظر الغروب برضو ومنظر المية تحفة، والهوا حلو النهاردة، الهوا فعلا حلو جدا. كده اوضتين بتطل ايه على البحر، وادي المروحة وادي الدولاب. هنخش بقى على الأوضة التالتة، برضو سريرين ودولاب وتسريحة وبتطل برضو على البحر، يعني 3 اوض بيدل على البحر. الهوا برضو حلو ما شاء الله النهاردة. عايزه اجيب لكم كل حاجة عشان تقدروا ايه تشوفوا كل تفصيلة موجودة في الشقة. ده الحمام وفي غسالة وشباك برضو بيطل على البحر. بصوا الجمال، والله الهوا النهاردة تحفة. تعالوا بقى على المطبخ، في بوتاجاز وفي حاجة المطبخ كلها وفي تلاجة، والهوا حتى في المطبخ جميل جدا. دي برضو الصالة من بعيد، انا برضو عايزة يعني احسسكم ان انتم موجودين معايا في الشقة عشان انا بحبكم، عايزة اوريكم كل التفاصيل.